اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مسمن سانغلوتان. الصراحه كيجي رائع ولذيذ، كيجي رطب وخفيف يعني فحال عادي. غنخليكم مع الطريقه ومع المكونات ومع تسمه لا فيديو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، السلام الجميع اخواني السلياكيين والسلياكيات، الناس اللي عندهم المرض السيلياك وحساسيه الجلوتين، مرحبا بكم في القناه الموندو دي كريمه جلوتين فري. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مسمن او الرغيفات بدون جلوتين. صراحه كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ. وغادي نخدم بفرينه ديال الشار ميكس بي، يعني كاس الاول غادي نغربلو، وغادي ناخذ الكاس الثاني. ضروري انكم تعملوا هذه العمليه ديال نخلو الدقيق. وغادا ناخد معلقه كبيره من دقيق حلويات، اي دقيق حلويات ماشي مشكل، معلقه كبيره من دقيق الارز ومعلقه كبيره من دقيق الذره. انا عندي غير السميد، غادا نطحنو في الماكينه. ناخذ معلقه اللي غنديرها في الخليط ومعلقه اللي غادي نمدد بها المسمن ديالي. انا ضعت نصف الكميه، رشه ملح، من بعد ما دلكت العجينه غادي نضيف واحد الاضافه صغيره، خميره ديال الحلوه غير شويه ما تكتروش، وغنضيف واحد شويه ديال الزيت البلديه تقريبا ملعقه كبيره، وغادي نحاول انني نمزج هاد الزويته مع العجين. نخلي عندي العجين يرتاح فقط 10 دقائق، من بعد غدا نوجد المدلك باش نخدم هاد المسمن. انا ناخذ شويه زيت نباتيه وغدا نخلط معها شويه الزبده سانغلوتان، هذه الزبده والزيت باش غدا نمرق هاد الرغيفات. هنا السميده ديال الحلوه اللي كنا طحنا، دابا غادي نقطعو السيمنات ديالنا قطع صغيره. الصراحه اول مره غنخدم معكم هذه الطريقه ديال المسمن بالبلاستيك، بغيت نجربو حتى انا واخا هذه مده طويله وانا في الريجيم. نشارك معكم مسمن يعني مخدوم بالبلاستيك. غادي نكورو الكويرات ديالنا وغادي نخليهم يرتاحوا. صراحه انا بغيت نكبر المسمن باش دغيا نزرب عليه. جاوني هنا 6 كرات. بسم الله على بركه الله، كره الاولى غادي ندهن بلاستيكة بالزبدة والزيت، نعاود ندير الزبدة والزيت من الفوق، غادي نرجع بلاستيكة. صراحة أول مرة غادي نخدم كيف ما قلت لكم هذا المسمن ديال البلاستيك، نشوفوا النتيجة كيف عاملة. من بعد ما سرحناه نحيدو غير شويه البلاستيك ديالنا، نحاولو ما
ميلصقش لينا. الجهه الثانيه شي اللي كنتمنى. صافي دابا من بعد ما صرنا على هذا الرق، هنا انني رق كيف ما كتشوفوا انني رققته مزيان. غادي نحاول راه فيه الزبده بارك عليه، غادي نحاول نجيب الجهه الاولى هكا ونسير هكا ونجيب الجهه الثانيه بلا ما نحطها فوق منها باش ما تجينيش غليظه بزاف. الجهه الثالثه ونجيبو الجهه الرابعه، نحاول نضغط على هاد الجوانب باش ينزلو معانا. كيما كتشوفو حصلنا على رغيفة. وغادي نكمل ندير معاكم الثانية باش نوريكم الطريقة مزيان. البنات نسيت راسي مع البلاستيك حيت أول مرة كنخدم بيه وما درتش السميدة في الداخل، معليش أنا غندير دابا نيت السميدة. نديرو شوية السميدة وغادا نعاود نجيبو البلاستيك كيف ما جبناها المرة الأولى. الرغيفة الثانية هي هذه، من بعد ما جمعنا الجوانب ديالها نحطوها وحدة اختها. غادي نمشيو دابا نعملو الرغيفة الثالثة، يعني نفس الطريقة غادي نخدمو بهاد المسمن هذا، نكمل هاد أربعة المسمنات باش نوريكم طريقة الطهي، غير باش ما نطولش عليكم البنات لا فيديو. من بعد ما سخنات المقلة غادي نرش شوية زيت نباتية وغادي ننزل المسمنة. نخليها طيب ونخليها طيب كيف ما كتشوفوا بداو المسمنة تتحمر من فوقها من ثم. صراحة والله كنشتاق لهاد الريحة ديال المسمنات من ثم. المفروق زوين. ايوا دابا غادي نطيبو المسمنه الثانيه، غنحاول ننزل واحد شويه غير زوين الجوانب البنات، ننزل غير الجوانب فقط ونخليو المسمنه تطيب على خاطر. شوفوا ما شاء الله شحال تنفخات، حط القطيره ديال الزيت بغيت بدات شويه تنفخ. مازال عندي هنا شويه الزبده غادي نكملها. صراحه جا زوين وجرطب حسن من المره اللي فايته. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. الموندو دي كريمه غلوتين فري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.